بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الرياضيون العرب من الوطن العربي الكبير، عشاق كرة القدم السعودية، متابعي رائدة القنوات العربية ARTI سبورت، تحياتي عبد المبارك الحربي، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. الليلة نرتقي بالرياض بنفس صورة الموسم الماضي، العميد القادم من المدينة الاقتصادية جدة غير إلى الليث، هنا في لؤلؤة نجد وعاصمة الإنسانية في قمة القمم، ورعاية كريمة من والد الشباب والرياضة، والد الجميع، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، عن تشكيلة الفريق الاتحادي في المباراة. ونتحدث الآن عن تشكيلة الشباب في حضور وليد عبد الله، نايف القاضي، سند شرحيلي، عبد الله شيل، حسن معاذ في وسط الملعب، أحمد عطيف، طلال البلوشي إلى اليسار، مارسيلو كاماتشو، عبد عطيف بنسختها الثانية. النسخة الأولى سجلها التاريخ للشباب بفوز على الفريق الاتحادي في نفس هذا الملعب بثلاثة أهداف، أكثر من قاد المباريات السعودية الحساسة في هذا الموسم. البداية والثواني الأولى اتحادية، والكرة من مناف بوشكير ملعوبة إلى الجهة اليسار، إلى محاولة لمناف في وسط الملعب، التقدم من بوشكير، لكن الكرة تنقطع من مناف. مناف بوشكير لاعب عمره 27 سنة، عطاءات وخدمة كبيرة جدا للفريق الاتحادي اللي نجح في ذلك الموسم إلى أن يكون بطل المسابقة. المحاولة للشباب إلى مارسيلو كاماتشو، المرور ناجح والتصويبة ناجحة والتصدي كذلك ناجح من مبروك زايد. إحدى يسجل في نهائي لكرة القدم السعودية في نهائي مسابقة الدوري، كرة إلى خارج أرض الملعب في تأخر اتحادي مع الكرة الماضية إلى رقابة من مناف بوشكير، بعد حسن معاذ ياخذ كرة، لكن الكرة تنقطع من حسن معاذ لحمد المنتشري بكل ثقة، لكن ثقته مفرطة، والكرة تنقطع إلى الجهة اليمين لصالح الفريق الشبابي. الصافرة من حكم المباراة، ضربة جزاء بلنتي مبكرة تماما، المنتشري يتسبب في تأخير الكرة الماضية، بعد ذلك ضربة جزاء لمصلحة الشباب في أول دقائق زمن شوط المباراة الأول. إذن الشباب يحضر بكل قوته إلى المباراة النهائية ويحصل على ضربة جزاء. الشمراني الآن بالإمارات، الشمراني عند ضربة الجزاء، ومبروك زايد والشمراني والصافرة، والشمراني الآن يتقدم، يضيع فرصة التقدم بهدف للشباب. ناصر الشمراني وسط نظرات الدهشة والاستغراب من رئيس الشباب البلطان، في كرة مرت إلى خارج أرض الملعب تعيد الروح للفريق الاتحادي. إذن الشمراني من افتتح التسجيل، من افتتح الذهاب. الرمية الجانبية بالجهة اليسار، الكرة ملعوبة إلى مارسيلو كاماتشو، بعد ذلك المحاولة عند عطيف، إلى عطيف الآخر، إلى عطيف مرة ثانية، عطيف يحاول المرور، الكرة ما زالت معه لمارسيلو كاماتشو، إلى أحمد عطيف، المحاولة باليسار لعبد الله شيل، جول! عوضها الشمراني حتى بهذه الليلة الأغنية ناصر، حتى بهذه الليلة الأغنية ناصر، عوضها ناصر الشمراني، يسجل أول هدف الشباب، جول! ناصر الشمراني يسجل التقدم. الشباب من يضغط في أول 10 دقائق بزمن شوط المباراة الأول، نعم الشباب أفضل من يقدم كرة قدم حقيقية، كرة القدم الحقيقية هو الشباب، والشباب ينجح في التسجيل بعد ضغط متواصل. الكرة من الشهيل إلى ناصر الشمراني، إلى أحمد حديد، إلى محاولة عند بوشقير في الجهة اليسار. الاتحاد الآن ياخذ زمام المبادرة للتعادل، والكرة تتصوب على طول إلى وليد عبد الله. زميل مناف بوشقير كان موجود في مكان سليم، لكن الكرة ارتدت لصالح الشباب، ملعوبة سريعة للشمراني، جول! يا ناصر وقف وناظر شوي، جمهورك يهتف لك مو من شوي، يا ناصر وقف وناظر شوي.
جمهورك يهتف لك مو من شوي. ناصر الشمراني، ناصر الشمراني إذا كان إهدار ضربات الجزاء يأتي بهدفين لمن أضاع ضربة الجزاء، فأهلا بإهدار ضربات الجزاء. ناصر الشمراني يتسلل ويسجل الهدف الثاني، يتسلل إلى منطقة جزاء الاتحاد، ما أشبه الليلة بالبارحة. الاتحاد يتذوق ويلات الشمراني ويتذوق ويلات الليث الأبيض. والقدم القاتلة، يلعب كرة في الجهة اليمين إلى عبيد الشمراني، الشمراني يلعب كرة عرضية لهزازي. الشتوية ما كان موفق إلى درجة كبيرة بسبب الأقدار على اعتبار إصابة أحمد عجب، إضافة إلى المدافع ماجد العمري. الكرة للاتحاد، تقدمه بشقير، وليد عبد الله، وليد عبد الله يتصدى، وليد عبد الله يتكلم مع بيسيرو من أرض ملعب الملك فهد، يتحدث مع بيسيرو، أنا الأفضل الآن. هذا الدولي نفس مسيرة كالديرون، أيضا كالديرون عنده مسيرة أفضل من إنسو هيكتور باعتبار أنه أوصل منتخب إلى كأس العالم. كرة للسعران، السعران مرور، وعدت الضربة القاضية. هذه هي الضربة القاضية للاتحاد، هذه هي الضربة القاضية للاتحاد. منصور البلوي يتابع مباراة سيئة جدا للاتحاد، تأتي معها الضربة القاضية. السعران مر من مبروك زايد وواجه مرمى الاتحاد، الفريق الاتحادي، ولكن أيضا أن تأتي البطاقة الحمراء على مبروك زايد، الأمور صعبة. تيسير الانتيف يحل مكان سلطان النمري في تغيير اضطراري من جابرييل كالديرون. هي القوة أم الذكاء؟ الكرة من الذكاء للعارضة، والمحاولة ترتد لصالح الاتحاد في الجهة اليمين. الاتحاد ترعب بحال الفريق الاتحادي في الشوط الأول من المباراة. الكرة بالجهة اليسار، محاولة موجودة إلى تمريرة قدام منطقة الـ18، مخالفة، ضربة حرة مباشرة على نايف القاضي مع الكرة الاتحادية. بوشروان القدم القاتلة، هل تحضر في ليلة غاب فيها الاتحاد؟ بوشروان يصوب، ووليد عبد الله يتصدى، وليد عبد الله يتصدى في كرة تطلع، البحث لا يجدي في كرة إلى ريناتو، المرور سليم، التقدم من ريناتو، ما زالت مع الكرة، يبحث عن زميل، تأخر ريناتو مع الكرة الماضية، قتل فيها فرصة الاتحاد، كرة ملعوبة ساقطة إلى منطقة الجزاء. أيضا التأخير، أحمد حديد على وسط ملعب الفريق الشبابي، هزازي إلى حديد، حديد يخسر الكرة إلى هزازي، هزازي يكسب ضربة حرة مباشرة، إذا مخالفة في مكان خطير جدا مع اللحظات الأخيرة في زمن الشوط الأول من المباراة. راس يتحدث، يطلب من هزازي إنه يقوم يكمل اللعب. ضربة حرة مباشرة وبطاقة صفراء للاثنين المكان، لكن كرة كاماتشو مرت في العارضة التي رعبت بحالة الاتحاد. لكن الآن ريناتو والكرة الثابتة وفسرات، يبدو أنه يشير بيده إلى أن الكرة ضربة حرة غير مباشرة، ضربة حرة غير مباشرة للاتحاد. ريناتو بوشروان من يصوب الكرة الاتحادية، هل يقلص الاتحاد الفارق؟ بوشروان يصوب، لكن الكرة ترتد من دفاع الفريق الشبابي إلى محاولة موجودة في وسط الملعب لصالح الاتحاد، تنقطع من السعران. التأخير الاتحادي يذبح الاتحاد في هذا المساء. بطاقة حمراء ثانية، الفريق الاتحادي إذن يلعب بتسعة لاعبين، بطاقة حمراء ثانية، الاتحاد ينهار تماما بكل قوة يدخل المباراة. الليث الأبيض وشيخ الأندية
يتقدم بهدفين والاتحاد يخسر لاعبين. في كل محفل له بروز وإشادة، وفي كل تصنيف سماه الصدارة، وهكذا صنع الشباب في زمن شوط المباراة الأول إلى الإنجازات والسعدات. إذن مشاهدينا الكرام، وبحضور ملكنا المفدى نعود إلى مواجهة كأس خادم الحرمين الشريفين في شوطها الثاني. الشباب المكتمل عناصريا والمتقدم والمنتشي لواقع شوط المباراة الأول، نعود وإياكم سوية إلى إكمال مشوار المباراة، وفي محاولة مبكرة تماما لمصلحة الشباب من الجهة اليسار مرت إلى خارج الشارع على السعران في وسط الملعب. ريناتو لعب كرة سريعة، المرور لريناتو، المحاولة من البرازيلي ريناتو، وليد عبد الله ما زال موجود، لكن كرة برازيلية خادعة، كرة من لاعب السليساو خادعة، التصويبة اليسارية خادعة. انهار حتى الثواني الأخيرة في الشوط الأول من المباراة. السعران يتقدم في كرة، السعران يمر، لا نجح يا ولد يا ولد أسامة الولد عند دبابة البشرية. ثم بعد ذلك التدخل الدفاعي الشبابي غير صالح على الإطلاق في كرة ملعوبة لبوشروان، هشام بوشروان بالجهة اليسرى يلعب كرة عرضية، لا 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 ما شاء الله ما شاء الله. البطولة إن شاء الله ستكون هديتنا للبلوي عضو الشرف. إذن هشام بوشروان المصاب بديل محمد نور، وسلامات لبوشروان، سلامات الثاني. حتى الآن هو في رتمة أقل من الشوط الأول. المحاولة لصالح الشباب، الشمراني يمر يلعب كرة بالجهات اليسار، المحاولة الشبابية مستمرة لعبد عطيف، عطيف يحاول يعدي، يمر عطيف من محمد نور يصلح كرة تتصوب، مارسيلو كاماتشو. عبد عطيف، عطيف يلعب كرة لحزم معاذ، معاذ عرضية إلى منطقة الجزاء للسعران، السعران يحاول في كرة، يا سلام يقاتل على الكرة إلى اللحظة الأخيرة، السعران ليقابل الحزم ثم يقص الحزم إلى هذه المباراة. يلعب الكرة لمناف بوشقير بعد التمريرة إلى محمد نور، نور يحافظ على كرته، المحاولة تمر إلى هزازي، الصراع على الكرة ما زال عند محمد نور، نور يصلحها إلى ريناتو، وتصويبة ريناتو أمامها تحدي وليد عبد الله في هذه، إلى عبد عطيف، عبد عطيف مع كرة يحاول المرور، يمر يتقدم يصوب، وكرة إلى خارج أرض الملعب. وحيد اللاعب المخضرم صالح صديق، الكرة بالجهة اليمين لحسن معاذ، معاذ يمر يتقدم يتخطى ويصوب، والثالثة ثابتة، الثالثة ثابتة، الثالثة ثابتة. الليث صاحب التاريخ والعطاء يسجل الثالث من القدم الصاروخية، حسن معاذ يسجل ثالثة ثابتة قوية 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 قوية. المباراة على الاتحاد، والثالثة تحضر بقدم حسن معاذ، ياخذ كرة يتخطى يصوب في أصعب مكان، يسجل الهدف الثالث، وبالتالي هدف من أصعب مكان، وجمهور الاتحاد يغادر المكان بعد هدف الانتصار، بعد هدف التأكيد بالهدف الثالث من حسرة إلى خارج أرض الملعب، إلى ضربة زاوية في ملامسة اليد بالكرة الماضية بضربة حرة مباشرة. أكبر في المباراة النهائية تفكير منطقي من السيد جابرييل كالديرون، حسن معاذ يصوب، والسلام يا تيسير، تيسير ينقذ الموقف الاتحادي في كرة صاروخية. شباب بطولة الدوري في ذلك الموسم، ثم عاد للوحدة ويعود الآن بصفة رسمية للفريق الشبابي. الكرة إلى السعران، يحافظ على كرة السعران، لعب كرة إلى عطيف، إلى كاماتشو، وكاماتشو يصوب، وتيسير، وتيسير يمنع الهدف الرابع. شوف المحاولة الماضية قوية، الكرة ذات وسادة متابعين عبر قنوات ERT سبورت، والنتيجة 3-0 الليث الأبيض، كرة إلى خارج أرض الملعب كما يريد، كرة ساقطة إلى الجهة اليمين، الشمراني وتيسير الانتهاء في الاختبار الصعب الليلة، الكرة للسعران، لا 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 ما يحدث. ماتشو يفكر ثم يمرر كرة إلى السعران، إلى مارسيلو كاماتشو، المحاولة الشبابية لعبد عطيف ملعوبة إلى حسن معاذ بالجهة اليمين، يلعب كرة عرضية تنشال ترجع للشباب تتصور.
يقاوم والتيسير يتخطى والسعران يسجل لكن أوفسايد. ضربة حرة غير مباشرة، ضربة حرة غير مباشرة. فيصل السلطان قبل بوفيو، نعم جاء مكان طلال بلوشي، وفيصل السلطان في مكان ناصر الشمراني في تبديلين للمدرب انزو اكتور. انزو اكتور اذا يجري تبديلين الان، يطلع طلال بلوشي في الجهات اليسار الى عطيف اللي حاول في كرة ملعوبة بالجهات اليسار، محاولة ممتازة للشباب، محاولة تصويب، التصويبة تيسير الابتيف ما شاء الله. العربية السعودية إذا دقيقتين مقدرة من السيد فسراس حسن معاذ. يتحدى هذا الولد وسط الملعب. بوفيو يلعب الكرة لمارسيلو كاماتشو، ينقل الكرة الصح إلى السعران، السعران يصوب. الله 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 الله، الشباب بالأربعة يا مروعة، الشباب بالأربعة يا مروعة، الشباب بالأربعة يا مروعة. السلطان والليل سلطان، السلطان والليل سلطان. الله، هدف شبابي رابع، أربعة أهداف قاتلة، نهائي بأربعة أهداف قاتلة. فيصل السلطان، فيصل السلطان، والشباب سلطان، وسلطان الكرة. من ينتصر في النهائي بأربعة أهداف؟ الآن موجودة عند وليد عبد الله الفرحة لخالد البلطان. إذا مشاهدينا الكرام، سيداتي آنساتي سادتي، أيها الأخوة الرياضيون العرب من الوطن العربي الكبير، يطلق حكم المباراة السيد فسراس صافرة معلنا عن نهاية المباراة برباعية لليوث كبيرة. مبروك 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 للليث الأبيض، مبروك مبروك للخوالد، مبروك وسواها فريق الخوالد. مبروك يا بن سلطان، ومبروك يا ابن البلطان.